السلام عليكم، معكم حسن من قناة حسن كيو. اليوم عندنا فتح علبة على السريع حق تليفون الايفون 6 بلس. طبعا هذا الفتح العلبة كاملة مع الشيس. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقص البلاستيك هذا. طبعا العلبة لو تلاحظون متغيرة، مو نفس الايفون 5S والايفونات اللي قبل كانوا يحطون صورة الايفون كاملة. هنا عندنا فقط المجسم او شكل التصميم نفسه. وبالنهاية عندنا هني واير لايتنينج يو اس بي، عندنا البلاك، وعندنا سماعات الايفون المعروفة ما غيروا فيه. هذا الايفون 6 بلس الحجم الكبير. ان شاء الله راح يكون في ريفيو عما قريب، استعراض كامل حق الجهاز. واذا حبيتوا تعرفون او اذا حبيتوا اسوي لكم مقارنة بين الايفون 6 بلس وما بين النوت 4، قولوا لي بالكومنت تحت.